السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في برنامج بيوند تيبيكالز. البرنامج ده بيعمل ايه؟ بيديك طريق معين وتبدأ انت تحط التفاصيل فيه. ده مثلا بتعمل سيلكت وتبدأ تعدل الخصائص بتاعته. هقول له كلوز، الطريق اهو بالشكل دوت. تقدر تعمل سيلكت عليه، تقدر تغير مكانه. لو دوست على زرار اليمين يبدأ يجيب لك الطريق، تقدر تلفه زي ما انت شايف. تقدر تشوف كل طريق الخصائص بتاعته مكتوبة ازاي. كل طريق بتعمل سيلكت عليه فبيبدأ يعديك اللي انت تتعدل في الويتس بتاعك، في الهاي بتاعك، في الاسيتس. ممكن تقول له في ترافيكس او في دلوقتي المنطقة دي فيها شغل. بالشكل دوت تقدر تعدل في الماركينج. فيلد اوف فيو للمشهد كله. الكاميرا بقى نقدر نعدل فيها، نقدر نخليها تتحرك باوربت فري او بان. ممكن تشوفها من التوب او من الفرونت او من الرايت زي ما انت عايز. لو احنا جينا هنا ده السكشنز، يبدأ تختار مثلا سكشن معين، تقدر تضيف سيكشنز هنا مثلا بالشكل ده. طبعا لما تعمل سيلكت عليه تقدر ان انت تعدل فيه لو انت حابب. ممكن هنا بريسيت، تروح مغير المجموعة كلها بالمجموعة ديت مثلا بالشكل دوت. فمعنى المباني دي كلها ممكن تتغير، مثلا الباص اهو. ممكن تلغي ديليت لأي واحدة فيهم. ممكن تقول له بقى انا عايز اشوف الاعداد بتاعة الريندر، تختار هتسيف فين، الكواليتي بتاعتك قد ايه. ممكن بعد كده تقول له انا عايز رندر صورة، فيبدأ يعمل لك رندر للصورة في المسار دوت. او تقول له انا عايز اسجل فيديو، فهو يبدأ يسجل لك الفيديو اللي انت عايزه. هو كده خلص الريندر، فممكن تقول له اوبن فايل لوكيشن، فيبدأ يفتح لك الفولدر اللي فيه الريندر. وبنلاقي هنا الحاجات الخاصة بالانفيرومنت، مثلا الصن الروتيشن بتاعتها. ده مفيدة جدا طبعا في الريندر. ترافيكس السرعة بتاعتها قد ايه. الافكت لو انت عايز تحط اي افكت بالشكل دوت. فتقدر تعمل اكتر من انواع من انواع الافكت. كان في شفافيه في البيبر كده، بيبر سكيل. هنا الفيسنج تقدر تخلي الحاجات على اكتر من مراحل. خلينا نلغي الافكت. وهنا اللي اوت، انتر لي اوت مود. لو انت عايز تعمل كريت نيو لي اوت وتعمل اكتر من فيس، خلينا نخرج من هنا نخليها فيديو تاني. فهو برنامج ظريف ان انت تقدر تحط الطريق بتاعك، ايه الحاجات اللي موجودة جواه، في طريق المشاة، في طريق العربيات، يمين شمال وهكذا، تنظم الشغل بتاعك.